السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سأتحدث لكم عن مرض معدي عند الأغنام. بيسمى هذا المرض مرض الجدري أو مرض الكلافلي. إن شاء الله سأمر إلى التعريف بهذا المرض. بالنسبة لهذا المرض هو مرض فيروسي تعفني شديد العدوى في التاج وخاصة عند الأغنام. يسببه فيروس ينتمي لعائلة البوكسي فيريدي أو البوكسي فيريدا بالفرنسية. يكتسي مرض الجدري أهمية بالغة من الناحية الاقتصادية نظرا لما يسببه من خسائر. هنالك خسائر مباشرة وخسائر غير مباشرة. بالنسبة للخسائر المباشرة، ارتفاع نسبة الوفيات خاصة عند الخرفان الصغار والتي قد تصل إلى 80%، الإجهاض أو الطرح عند النعاج الحوامل وانخفاض القيمة الاقتصادية للجلد والصوف. بالنسبة للخسائر غير مباشرة، تتمثل أساسا في تكاليف المحاربة ضد المرض، ضعف مقاومة الحيوانات المريضة للأمراض الطفيلية التي تصيب الجهاز الهضمي والتنفسي. بالنسبة كيف يمكن الإصابة بهذا المرض عند الأغنام؟ تتمثل إصابة الأغنام بداء الجدري إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. بالنسبة للطريقة المباشرة، عندما تكون إحدى الأغنام مريضة بالنقطيع حيث تنتقل العدوى إلى باقي الأغنام عن طريق الاتصال المباشر بواسطة المواد الفيروسية الموجودة في اللعاب أو ما يطلق عليه بالدارجة الريوك، وفي سوائل أنف الحيوان كذلك نطلق عليها بالدارجة الخنون، أو في قشور الحبوب اليابسة. بالنسبة لطريقة العدوى الغير المباشرة، هنالك بواسطة تنتقل العدوى بواسطة قشور الحبوب الغنية بالفيروس التي تبقى لاصقة في الصوف والجلد لمدة من 2 إلى 3 أشهر، كما أن الأدوات المستعملة داخل الحقل غالبا ما تلوث أو تتلوث بهذه القشور وتشكل بذلك مصدرا للانتقال العدوى. في الظروف المناخية العادية يعتبر شهر دجنبر ويناير من الشهور التي ترتفع فيها نسبة الإصابة، حيث تكثر البرودة وتقل المدخرات العلفية وتكثر الولادة. بالنسبة هنا إن شاء الله سنمر إلى الطريقة التي يمكننا أن نتعرف على المرض. يمكن التعرف بسهولة على مرض الجدري عند الأغنام وذلك عن طريق هذه العلامات الخاصة. أولا، ارتفاع درجة حرارة الجسم من 40 إلى 41 درجة مئوية، تدهور الحالة العامة للحيوان المصاب وظهور علامات التعب والحزن والارتجاف والاتزاز وسليان ضئيل في الأنف، ظهور حبوب أو بثور جلدية مملوءة بسائل أصفر وأحمر في المناطق الخالية من الصوف خاصة في الوجه أو الفم أو الأنف أو الجفون أو الأرجل والإبط الأذنين وتحت الذيل، ثم تتحول بعد ذلك إلى حبوب مقيحة ثم يابسة تعطينا قشور تسمى قشور الجدري. بعدما يعني تحدثنا عن الأعراض عند الداء الجدري، إن شاء الله سأتحدث عن الوقاية، يعني كيف يمكن الوقاية من مرض الجدري. لتفادي مرض الجدري عند الأغنام يجب على مربي الماشية تتبع تدابير وقائية التالية. يعني في الحالة الأولى، إذا كانت الضيعة خالية من المرض يجب عدم إدخال حيوانات أخرى قادمة من منطقة فيها أغنام مريضة أو مشبوه في سلامتها. يجب على جميع الكسابة أن يقوموا بتلقيح أو الجلبة لماشيتهم ضد هذا المرض بكيفية منتظمة في إطار الحملة الوطنية للتلقيح التي تقوم بها التي تقوم بتنفيذها مجانا المصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة بمشاركة البياطرة الخواص. بالنسبة للحالة الثانية، إذا كانت الضيعة مصابة بالمرض، ماذا يجب على الكساب أن يفعل؟ يجب عليه عزل الحيوانات المصابة
عن الحيوانات السالمة، إبلاغ المصالح البيطرية لاتخاذ التدابير الصحية اللازمة، إتلاف الحيوانات المصابة، وتطهير الأماكن الملوثة والأدوات المستعملة تحت إشراف المصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة، عدم بيع الحيوانات المصابة في الأسواق. ونتمنى إن شاء الله أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس الذي تحدثنا فيه عن مرض الجدري، وإن شاء الله سنلتقي في حلقة جديدة مع درس جديد، والسلام عليكم.